بسم الله الرحمن الرحيم. بما اننا بقالنا اسبوع ما بنسمعش تالت محترم منصور، فانا فتحت يوتيوب من شويه بصراحه لقيت محترم منصور منزل فيديو 22 دقيقه يا مؤمن. قلت بصراحه كتير على ان انا اسمع محترم منصور 22 دقيقه، بس يلا يمكن الاقي حاجه اطلع اتكلم عليها، لان مرتضى كالعاده يعني بيتحفني بحاجات كتير. بس بصراحه يعني انا عايز اسال الناس اللي هم كانوا بيدافعوا على مرتضى والفيديو بتاعه المفبرك والكلام ده، انت ايه رد فعلك كده لما مرتضى قال ممكن كان يقصد تركيا، ممكن كان يقصد قطر؟ ده مش معناه ان مرتضى بيعترف ان الفيديو بتاعه، ولا انت مش عايز تصدق، ولا عايز تصدق برضه ان لسه في مؤامرات على محترم منصور؟ والمصيبه ان هو في الدقيقه 17 او 18 بيقول لك فيديو مفبرك، اللي هو يا عم انت مش لسه في دقيقتين، في الدقيقه 2 كنت بتقول ان الفيديو ما كنت يمكن كنت اقصد فيه قطر او تركيا، منين رجعت في الدقيقه 18 بقيت الفيديو مفبرك؟ اللي هو ده انت لو بتعامل مع مجانين كنت احترمتهم، كنت كهربتهم ورجعتهم بعد كده، بعد ما كهربتهم ورجعتهم بتقول لهم الحاجه، انما انت في نفس الفيديو في نفس المكان بتكذب ونفس الناس متخيل انها تصدقك، والمصيبه ان هم يصدقوك. يعني طلع تقول لي فاروق جعفر احرف من الخطيب، وفاروق جعفر لو حطيناه في خانه وده في خانه، اللي هو يا عمي انت كنت نايم في مين بقالك 3 ايام على تصريحات فاروق جعفر؟ يعني ما حدش كان عاطيك فرصه ومجال انك تتكلم في قناه نادي الزمالك، لان القناه مش ملكك وما تقدرش ان انت تتحكم في الوقت اللي تتكلم فيه. يبقى انت لا، انا عامل فيديو بقى على يوتيوب واطلع اهري في اي هري، واطلع اهري وانكت واحس الناس ان لا يا جماعه اللي قصده فاروق جعفر والهبل اللي قاله فاروق جعفر ده كده عايز يوقع نادي الزمالك، اللي هو نفس النغمه اللي بتمشي مع شباب 18 سنه. هي مرتضى بيعرف يستهدف الناس اللي هو عايز يكلمهم، هو عايز يكلم شباب 18 سنه، وعايز كمان يقنعني ان مرتضى وطني، مرتضى منصور والوطنيه واخده وعاطيه معاك، اللي هو مرتضى اساسا انت ممكن تتنفخ الايام دي، اللي هو ليه؟ ما حدش طلب انك تطلع تتكلم في حاجه، صدق الموضوع بدا يهدى، موضوع تركيا والحرب في ليبيا بدات تهدأ، يبقى ليه يا مرتضى طلع تتكلم؟ يعني ده مش الوقت ولا المكان اللي الناس مستنياك تتكلم فيه او عايزينك تتكلم فيه، فانت ليه طلعت تتكلم دلوقتي؟ ليه طلعت تتكلم دلوقتي يعني؟ وطلع في الظهر كده وترمي الكمامه وايه يا عم؟ ايه يا عم في ايه؟ وبعدين لا مؤاخذه يعني انت بتقعد تقارن ما بين اتنين لعيبه بطلوا كوره بقى لهم زمن، وانت دلوقتي جاي تقول المشاكل ما جاتش غير في عهدك يا خطيب، ما تاني مشاكل ايه؟ ده الخراره ما فتحتش علينا في مصر غير لما انت جيت الرياضه. مشاكل ايه اللي جت في عهد كابتن عمرو الخطيب؟ مشاكل ايه يا اخي؟ ده انت وجودك في الرياضه مشاكل، وبعدين جاي تتكلم على الساعات بعد ما غفلت الجمعيه العموميه في 150 مليون جنيه مفتريه يا ابن المفتريه. سبحان الله، يعني شوف يا جدع اللي يجيب اللي فيه فيك، اللي هو يابا فيه مخالفات ماليه جسيمه في الجمعيه العموميه بتاع الزمالك، بس لا انا راجل وطني وهم كلهم حراميه وانا الوحيد اللي ملاك، شوبير ده بتاع نسوان وكهربا ده بتاع نسوان وانا ملاك. طب ما هم بتاع نسوان انتوا بتاع حاجه ثانيه، وحاجه ثانيه دي الناس كلها كانت بتتكلم عليها الشهر اللي فات، يعني هم على الاقل يعني رجاله طبيعيه، انما انت مش طبيعي. بس عادي الكلام ده مش مهم، احنا خلاص يعني احنا محترم منصور بجد والله انا ممكن اتنين في حياتي يشيلونه ويجيبوا له ضغط، يعني بارتيمو والحاجات اللي بيعملها برشلونه ومحترم منصور والطريقه اللي بيتعامل بيها مع المصريين. يعني بصراحه ربنا عمري في حياتي ما تخيلت ان في حد ممكن يعامل الناس بطريقه غبيه كده، وممكن يعامل الشباب كلها بطريقه غبيه ومتخلفه، اللي هو مش شباب المجتمع المصري هم اللي بيصدقوك، اللي بيصدقك الناس اللي بيستنفعوا منك. لجان الالكترونيه الخطيب بذمتك، لجان الالكترونيه الخطيب يعني بذمتك الخطيب هو اللي بيقعد مع صفحات المختلط وايطاليان والناس دي، وفي ناس منهم ما بترضاش تروح الاجتماعات مثلا، والخطيب ده اسمه امير مرتضى منصور؟ ما تبطل هري بقى. وبعدين انت مش الاسبوع اللي فات كان كالترون موافق على عوده الدوري؟ انت هتصدق نفسك؟ انت اول ما يتقال لك هلعب الدوري هتلعب الدوري غصب عنك، عارف ليه؟ عشان الدوله اللي ماشياك، وانت بتطلع تتكلم على حس ان ما حدش هيحاسبك، بتطلع تعمل فيديو تشتم فيه طوب الارض عشان عارف ان ما حدش هيحاسبك. فلما تحاول انك تعمل فيها راجل قوي وتاكر قوي زي ما انت بتقول هتتنفخ، وانت عارف كويس قوي انك ممكن تتنفخ في لحظه زي ما حصلت معاك زمان لما دخلت زمان وشتمت زمان سيد نوفل الله يرحمه، وفجاه كده قررت صحيت لقيت نفسك في السجن. بالظبط ده اللي هيحصل معاك لو فكرت ان انت تتجاوز وتصدق ان انت اسد وذكر، هتتلم، وساعتها بقى ما حدش هيقول لك بتقول على الخطيب وبتقول على كذا، ساعتها بقى يقول لك تعالى انت صدقت نفسك بجد ولا ان انت ليك صوت وان انت جامد وكلمتك من دماغك؟ فليه يا مرتضى؟ ليه يا حبيبي يطلع في وقت زي ده تتكلم؟ الموضوع خلاص الترند بتاع فاروق جعفر عدى، ولو طلعت انتقدت قناه الاهلي كنت قلت لك عادي ترند لسه شغال اطلع اتكلم فيه، انما طلع تتكلم في ايه؟ فاروق جعفر احسن من الخطيب، وشوفوا المحترم مصطفى يونس، اللي هو مصطفى يونس اللي كان بيعترف ان هو كان بيتاجر بالسلاح، بس عادي يعني احنا عندنا في مصر هنا في ناس بتنسى كتير، فمصطفى يونس دلوقتي بقى محترم عشان خاطر هو واخد الجنب بتاعك وجنب بتاعه ان هو بيعرض اي حد ماسك من اداره الاهلي لمجرد بس ان هو انا خدوني معاك لتوه. فانا بصراحه يعني
انا تعبت من مرتضى منصور وتعبت من تصريحاته، انا كنت مستني ان هو يرجع يتكلم في القناه مع خالد حمدور والكلام ده، ويقعد يزعق له وخالد يقعد يسكت وينبطح كالعاده. بس انك تطلع تعمل فيديو على يوتيوب وتطلع تقارن فيه مقارنات سخيفه بين فاروق جعفر والخطيب وتقعد تقول الساعات ومش الساعات، لو انت اخد كتير برضه من تركي، فليه يا مرتضى يا حبيبي؟ ليه يعني حدش طلب منك انك تطلع تتكلم دلوقتي؟ بس بصراحه يعني انت برنس، انا ما كنتش عارفك اطلع اتكلم فيه، مفيش ماتشات ومفيش اي احداث ومفيش انتقالات، وكالعاده يعني الكره المصريه عندنا ضربت والموضوع ضاع منها. بس انت ايه؟ انا جت في دماغي ان انا مش عايز اكمل الدوري، لو قال يعني مزاجك وانت تقدر ان انت ما تكملش الدوري.